هو واحد من صفوة الإذاعيين الكبار الذين أقاموا صرح الإذاعة المصرية. اشتهر بلقب المذيع الصعيدي بسبب لهجته المحببة للقلوب. أصبح من خلال عطائه رمزا من رموز العمل الإذاعي في مصر، يعرف بالخال والحكيم. أحبه العرب والهوارة. يتمتع بسيرة طيبة وحسنة طوال رحلة عمره. بات رمزا قبليا يحكم بين الناس بالعدل. يستمع إليه العديد من أبناء القبائل، حتى أصبح رئيسا شرفيا لمجلس القبائل العربية الذي شكل عقب ثورة 30 من يونيو للوقوف بجانب مؤسسات الدولة، وذلك لحكمته وبراعته في السيطرة على مقاليد الأمور خاصة الصعبة، منها حل بعض الخلافات الثأرية وحقن الدماء بين أبناء الصعيد. إنه فهمي عمر ابن قرية الرئيسية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، المولود في 6 مارس عام 1928، من أصول همامية التي تعد من أعرق العائلات في صعيد مصر. يعتز الإذاعي الكبير فهمي عمر ببرامجه التي قدمها على الهواء عبر أثير الإذاعة، منها ساعة الألبك الذي قدم من خلاله أكبر وأشهر نجوم الكوميديا في مصر، على رأسهم عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، خيري احمد، محمد عوض، امين الهنيدي، الخواجه بيجو، ابو لمعه، ومحمد يوسف ويوسف عوف. ومجله الهواء الذي ظهر العدد الاول منها عام 1954، حيث التقى خلالها بالعديد من المشاهير في كل المجالات، ألقى الضوء على أهم الأحداث الفنية والأدبية والاجتماعية، ليس في مصر وحدها وإنما على مستوى العالم العربي وأوروبا أيضا. كما قدم 3 حفلات لنجمة الغناء العربي أم كلثوم. لم يكتفي فهمي عمر بكل هذا النجاح والتألق، دخل ميدانا جديدا لم تكن الإذاعة قد عرفته من قبل، وهو البرامج الرياضية، حيث كان صاحب أول تعليق وتحليل لمباريات دوري كرة القدم في مصر قبل ظهور التلفزيون، فكان يقدم نتائج المباريات بأسلوب شيق ورشيق. اكتسب حب الجميع بحياديته، فجمع كل عشاق كرة القدم حول ميكروفون الإذاعة، لقب بشيخ الإعلاميين الرياضيين. الإذاعي الكبير فهمي عمر هو المؤسس الحقيقي لإذاعة الشباب والرياضة. قام بتغطية 6 دورات أولمبية وضعته في صدارة الإعلاميين العالميين المتابعين للدورات الأولمبية. كان شاهد عيان على أحداث دورة ميونخ الأولمبية عام 74 وبطولات كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقتها عام 57 في السودان، الدورات العربية والمتوسطية والإفريقية. عين رئيسا للإذاعة المصرية عام 1982. ظهر في عهده كرئيس للإذاعة العديد من البرامج الشهيرة في تاريخ الإذاعة المصرية. ترشح لعضوية مجلس الشعب، ظل نائبا في البرلمان منذ عام 1987 إلى عام 2000. حصل الخال فهمي عمر على العديد من الأوسمة نظير ما قدمه في خدمة وطنه، حيث حصل على وسام الاستحقاق في العيد الأول للإعلاميين عام 1984، وسام الرياضة من الطبقة الثانية عام 1973، وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل محمد أنور السادات. يشغل حاليا الإذاعي القدير فهمي عمر منصب رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ليواصل رحلة العطاء وكتابة تاريخ جديد في مسيرة لا تعرف سوى النجاح والتفوق. فهمي عمر الإذاعي الكبير.